ازيكم يا جماعه، اخباركم عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حسين حسين فيديو جديد. ناس كتير بتسال ليه كنت غايب الاسبوعين اللي فاتوا دول، وناس كتير للاسف ما كانتش تعرف ايه اللي حصل بالظبط. فاللي حصل بالظبط اللي هو ان القناه اتسرقت او اتهكرت بمعنى اصح، او حاجه زي كده. قبل بس ما نتكلم في موضوع الغياب والقناه اتسرقت ازاي والحاجات اللي حصلت الاسبوعين اللي فاتوا دول، القناه هتظهر هنا، يا ريت تشتركوا فيها، يا ريت تشتركوا فيها. عايزين نوصلها 20,000، عايزين نوصلها 50,000 مشترك، 20,000 مشترك. المهم توصل لرقم كويس عشان القناة دي لسه في خطر. يعني القناة كانت مسروقة فعلا والقناة لسه في خطر. واتفرجوا على الفيديو في الاخر عشان تفهموا اكتر. المهم اشترك في القناة دلوقتي حالا، لان هي دي هتبقى الوسيلة الوحيدة ما بيني وما بينكم لو لا قدر الله حصل حاجة في القناة دي تاني. يا ريت تشتركوا في القناة دلوقتي وشيروها على قد ما تقدروا. لو بتحبوني فعلا وحابين ان انا استمر وحابين فعلا ان مفيش اي حاجة تحصل ليا تاني او تحصل للقناة بمعنى اصح يعني، فيا ريت تشتركوا في القناة دي واستنوا عليها اول فيديو في خلال اسبوع. فاشترك في القناة. حاجات كتير حصلت في الاسبوعين دول. كنت قاعد عادي جدا ما بعملش اي حاجة، يا دوبك بفتح القناة لقيته بيقول لي تم إزالة حسابك وشوية كلام غريب كده، اللي هي القناة مش موجودة. فجيت أجرب أخش في القناة من جوجل، أخش عليها من أي مكان، مش عارف أفتح القناة. فاكتشفت اللي هي اتغيرت، والشخص اللي خدها مسح عليها الفيديوهات ومسح تعب سنة ونص ومسح حاجات كتير جدا يعني. الموضوع اللي أنا كنت قاعد زي ما أنا قلت لكم كده بالظبط، بتفرج على الفيديو تقريبا وكنت فاصل النت يعني بتاع 10 دقايق تقريبا كده، الفيديو كان عندي فأنا بتفرج عليه عادي. فالمهم جيت أخش لقيته بيقول لي تم إزالة حسابك. فطبعا وقتها انا ما خونتش خالص ان ده ممكن يكون مثلا هاكر، وان الايميل اتسرق فعلا والاكونت والقناه فعلا اتشالت خلاص والجو ده. فدخلت على جوجل، دخلت على اجهزه ثانيه، حاولت افتح القناه بكذا جهاز ما قدرتش خلاص. وبعدين بقى اللي انا اكتشفته ان هو غير القناه نفسها، الاسم، الصوره، الفيديوهات، مسحها، مسح كل حاجه تخص ميدو حسين بقى صح، عشان ما ايه محدش يبقى عارف قناه مين، وكان خاف المشتركين وكان عامل حوارات كتير كده. المهم بقى كنت رايح اساسا في اليوم ده اللي اتسرق فيه القناه، رايح اخد الشقه دي رايح اكتب العقد بتاع الشقه دي. معرفش ده قدمها مثلا عليا ولا ايه، الله اعلم، بس الحمد لله في الاخر يعني. فالمهم كنت رايح اكتب العقد عادي، لقيت كذا رساله ان في حد بيحاول يفتح القناه، فعملت له بلوك اللي هو ما يقدرش يفتحها. فبعدها 3-4 ساعات بعد ما روحت والساعه بقت 1 بالليل، لقيت قناتي بيقول لي تمت ازاله قناتك، انا مش عارف افتحها ومش عارف اخش عليها. طبعا على طول كلمت واحد صاحبي يعني اسمه مصطفى الحداد، ده اللي وقف معايا من بدايه الحوار لنهايته الحمد لله لحد ما القناه رجعت وبتشوفوني من عليها دلوقتي. فطبعا حابب اشكره جدا جدا، هو وكل شخص وقف جنبي. الموضوع ده علمني كتير يعني، علمني مين هيقف جنبي ومين مش هيقف جنبي، حاجات كتير هحكي لكم عليها. المهم دخلنا كلمنا الدعم، كلمنا اليوتيوب، القناه اتسرقت ومش عارف ايه والكلام ده. وكالعاده اليوتيوب بيستجيب بس بطريقه بطيئه شويه. قعدنا بتاع حوالي اسبوعين، يعني الاسبوعين اللي انا اتاخرتهم دول بسبب ان الدعم او اليوتيوب عامه ما كانش لسه رد، فاللي هو كل شويه انا نعتذر عن التاخير واقدم لهم الشيك اللي انا لسه قبضه من كام يوم، واقدم لهم الاوراق او حاجات تثبت ان القناه بتاعتي، وقدم لهم كل الاثباتات من جوه القناه ان دي قناتي يا جماعه ومتهكره فعلا. بس طبعا دي قوانين وسياسه يعني مش هنقدر نغيرها او نتكلم فيها. المهم فضلنا متابعين مع اليوتيوب، الشخص ده فضل يغير في القناه. وعشان ما انساش اصلا بعد ما حاول يفتح القناه 3 مرات وانا عملت له بلوك، دخل بعت لي رساله اللي هي الرساله دي. طبعا مش هينفع اوريها لكم كلها لان فيها شتيمه. طب هو بيقول ان انا فضحت بنت او فضحت حد زي كده، اللي هو ايه عملت عليها رياكت مثلا ونزلت الفيديو. طب ما كان ببساطه جدا زيك زي اي حد تخش تكلمني، امسح يا ميدو الفيديو بتاع كذا او بتاع كذا، لان الفيديو ده هيسبب مشكله للبنت سواء في سمعتها، سواء نزل غلط، نزل مش غلط، نزل بمزاجها، بس مسبب لها مشاكل في البيت، مسبب لها مشاكل مع خطيبها، حاجه زي كده بمسحه على طول. وناس كتير جربت ده يعني، الحمد لله جيت في مره مسحت فيديوهين في خلال اسبوع واحد، مع اني كنت بعمل وقتها 3 فيديوهات. يعني التوتال او بمعنى صح فيديو واحد اللي كان على القناه لمده الاسبوع ده، ومسحت الفيديوهين التانيين عشان ما اذيش الشخص سواء كان بنت او ولد، بس كان معظمهم بنات لان الولاد بتكبر دماغهم. فالموضوع طالما بيتعلق في الاخر في سمعه بنت وشرف بنت ومشاكل هتحصل لبنت والكلام ده، الحمد لله بكل احترام بمسح الفيديو، وما بيفرقش معايا الارباح اللي عليه، ما بيفرقش معايا اي حاجه سواء الارباح جت او ما جاتش. المهم ان انا ما احطش حد في مشكله بسبب فيديو، ده في الاول وفي الاخر دي سمعه بنت. لكن ده ما عملش اي حاجه من الحاجات دي، ده عمل فيها اللي هو الشبح، اللي هو ايه ده؟ هو عامل عليك فيديو؟ لا ده انا مش همسح له الفيديو بس، ده انا هسرق لك القناه بتاعته واحذف لك الفيديوهات كلها مش فيديو واحد، لا شبح يلا.
طب ما عادي القناه رجعت تاني وانت دلوقتي عامل زي الكلب الاعور ما انتش عارف تعمل ايه. والهدف من سرقه القناه مش حذف المحتوى بس ولا كان عايز يبيع القناه سرق الفلوس اللي عليها. يعني اخر شهر انا كنت هقبضه تقريبا ده كان اعلى قبض ليا رحله شغلي في اليوتيوب ده كان اعلى شهر تقريبا هقبضه فعلا. المهم مش لازم اقول الرقم خد الرقم خد الفلوس دي وحولها لحساب ليه هو عشان يقدر يسحب الفلوس. يعني الموضوع ما كانش عشان بنت بس لا ده كان عشان يبيع القناه وعشان ياخد برضو الفلوس اللي عليها وعشان حاجات كتير. المهم الحمد لله ان القناه رجعت لي في الاخر. موضوع الفلوس وموضوع الشخص نفسه ده انا مش هسيبه طبعا. الحركه اللي عملها اللي هو يهكر قناتي او يسرق قناتي ويحذف الفيديوهات والحوارات اللي هو عملها دي كلها وان انا اقعد مكتئب بسبب قناه وبسبب اللي بيحصل مش عشان حاجه عشان ده تعبي ده تعب سنه ونص. انت لو تعبت في حاجه اسبوع واحد وراحت منك بتزعل. تخيل ده تعب سنه ونص بسهر بقى بشغل بتعب ايا كان ده انت قدرته او ما قدرتوش. طبعا انت ما قدرتش ده لانك سرقت القناه وبعت لي رسائل بتشتمني فيها والحاجات دي كلها. المهم ان القناه رجعت لي تاني ابو كلبه مفيش اي مشكله الحمد لله القناه رجعت لي بالمحتوى اللي عليها. التفاعل اي نعم قل شويه بس الحمد لله انا معايا جيش يهز السحب حالها وهنرجع احسن من الاول واقوى من الاول. المهم يا جماعه الحمد لله القناه رجعت في الاخر. وبالنسبه للشخص اللي عمل كده في القناه صدقني بص مش هقول لك بقى مش هحاسبن عليك بقى واعمل شغل النسوان ده والجو ده كله. الحمد لله القناه رجعت لي وحقي انا لسه ما خدتوش طبعا القناه دي حاجه تانية الفلوس اللي انت خدتها حاجه ثالثه. الحركه ذات نفسها انك تفكر تسرق قناتي وتعمل الشغل اللي انت عملته ده كله كوم واللي انت عملته ده كوم تاني خالص. يعني بمعنى صح هتتعاقب على كل حاجه انت عملتها سواء بقى بالحبس سواء بالضرب ايا يعني كان انت ورزقك بقى وقتها بس ان شاء الله ما تقلقش هجيبك في اقرب وقت. بالنسبه بقى لموضوع ان انا قعدت فتره بتاعت اسبوعين الاسبوعين دول تقريبا قعدتهم في الشقه هنا كنتش بخرج الا قليل ممكن مثلا انزل اشتري حاجه وارجع اروح مشوار معين مهم وارجع وهكذا لكن كخروجات وجوده لا كنت قاعد هنا مستقر كده عايز القناه ترجع. كانت نفسيتي مش هكذب عليك يعني كنت متضايق جدا وزعلان جدا عشان الحركة وعشان ده تعب سنة ونص يروح كده عشان فيديو او بنت مثلا. ما بص انا مش هفضح حد طالما ربنا ساتر حد محدش يقدر يفضحه ده طبيعي. اي فيديو انا بنزله ده تنبيه يا جماعة لأي حد بيشوف الفيديو دلوقتي اي فيديو انا بنزله بيبقى بطلع على الانستجرام موجود على الفيسبوك موجود على اليوتيوب موجود على التيك توك متشير كتير فانت بقى ما تجيش ونظرك يضعف عن الناس دي كلها ونظرك يقوى او نظرك يقوى على الفيديو اللي انا نزلته على حضرتك. ممكن تخش بكل احترام معلش يا ميدو بعد اذنك امسح الفيديو ده لان الفيديو ده عامل لي مشاكل و و و والكلام ده وهمسح الفيديو وقتها طالما الموضوع هيسبب لك مشاكل او هيسبب لك مشاكل وعامل لك يعني دوشه في حياتك والجوده انا في غنى عن ده كله. لكن هتخش بقى تتنطط وتشتم وهعمل وهسوي مش عارف ايه هتبقى زي الكلب الاعور بالظبط ههزقك واعمل لك بلوك واسيب الفيديو زي ما هو. انا قلت لكم قبل كده ان ده بالنسبه لي طار يعني موضوع ان حد ياخد مني حاجه غصب عني او حاجه انا عايزها وحاجه تعبت فيها وياخدها كده ويمسح والجو ده كان بالنسبه لي فعلا طار وكان طبيعي ان القناه لازم ترجع. والحمد لله ده عشان ربنا بيحبني وعشان ربنا بيختبرني بيشوف مين اللي واقف جنبي مين اللي مش واقف جنبي مين اللي هيبقى فرحان فيا مين اللي مش هيبقى فرحان فيا. وفعلا الفتره دي مسحت ارقام ناس كتير خرجت ناس كتير من حياتي بعدت عن ناس كتير الحمد لله انا بحمد ربنا. والفتره دي يعتبر ان انا قربت من ربنا اكتر بقيت مواظب على الصلاه اكتر الحمد لله كنت بصلي اي نعم بس بقيت مواظب على الصلاه اكتر. المهم في الاخر انا بقول الحمد لله على كل حال لكن الموقف ده فعلا كشف لي ناس كتير كشف لي حاجات كتير. للاسف كنت بتعامل مع الناس بنيه صافيه عادي اللي هو ايه لو حد شاف مثلا الجيميل بتاعي بتاع القناه او حاجه زي كده ما تحطش في دماغي عادي هيأذيني ليه انا ما اذيتكش. لكن للاسف ده كان مفهوم غلط بالنسبه لي اللي هو مش شرط انك تنزل قدامك عشان يأذيك بالعكس ده ممكن لما يشوفك كده يقول لك لا ده غلبان ده طيب نخش نعمل ونخش نسوي. بس الحمد لله في الاخر ربنا واقف جنبي وناس وقفت جنبي. اما بالنسبه للناس اللي بتقول لي ده في ناس وقفت جنبك زي بكر العربي اللي هو ادهم كلمته يا جماعه على الواتس وكل حاجه بس يعني ما قدرش يعمل لي حاجه بصراحه ما قدرش يعمل لي حاجه بس بشكره ان هو يعني كلمني وحاول يعمل معايا اي حاجه في صالحي بس هو ما قدرش يعمل اي حاجه بصراحه ولا حتى كلم اليوتيوب ولا قال اي حاجه. كل اللي قاله اتعامل مع اليوتيوب ومشيها قانوني لحد ما نشوف الدنيا هتمشي ازاي وخلاص. وكنت باجي في اوقات اجي اكلمه وما كانش بيرد كان بيطنش
فقلت خلاص انا مش هخلي حد يتنطط عليا. ركنت الناس دي كلها والحمد لله القناه رجعت في الاخر. وبشكر كل شخص دعمني سواء بشير كومنت بلايك على القناه الجديده اللي كنت عملت عليها فيديو شبه ده بالظبط بحكي فيه اللي حصل بالظبط وكده. والحمد لله ربنا بعت لي ناس كتير تكلمني على الانستجرام ما كنتش اعرفه اساسا، بس هم كانوا عارفيني بحكم شغلي ومجالي. والحمد لله حب الناس بان في الوقت ده، يعني ناس غريبه ويوتيوبرز انا ما كنتش اعرفهم اساسا دخلوا كلموني وكلمنا مع بعض، واللي حاول يساعدني واللي حاول يشير لي القناه الجديده واللي حاول يقف معايا باي طريقه او باي شكل. المهم ان الوحده تكفي ده، وشكرا لكل شخص خذلني في الفتره اللي فاتت من اليوتيوبرز اللي هم كنت مصاحبهم قبل كده. وفي ناس منهم موجودين وكل حاجه، لكن مش هتبقى علاقتي بيهم زي الاول طبعا، لان حسيت ان الشخص ده خذلني فعلا لما كنت محتاجه. مش لازم اقول لك خش شير لي، او مش لازم اقول لك خش شير لي الفيديو ده او شير لي القناه دي او حاجه زي كده. لا، في ناس في نفس اليوم اللي اتسرق فيه القناه او تاني يوم تقريبا نزلوا فيديوهات عادي وكانوا عايشين حياتهم بيس، مفيش اي مشكله، وما كانوش بيسالوا اساسا موضوع القناه ايه اللي حصل فيها او حاجه زي كده. لكن مش هشير لحد، مش هساعد حد خذلني بصراحه. ده من اليوتيوبرز اللي انا كنت مصاحبهم او بمعنى صح معرفه السوشيال ميديا وكده. كل شخص بقى كان فرحان في ان القناه مش هترجع ومش عارف ايه الكلام ده. يا ابني دي قناه تبع مين وسعفان؟ كفايه سعفان لوحده، يعني كفايه سعفان ده، كفايه حتى دعاء سعفان وحسبي الله ونعم الوكيل والحاجات دي كلها. الحمد لله ربنا بيحبني وبيحب سعفان اكتر ان القناه ترجع لنا. المهم يا جماعه قبل ما في الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه اللي انا قلت عليها، لان هي دي الوسيله الوحيده اللي هنقدر نتواصل مع بعض فيها لو لا قدر الله القناه حصل لها حاجه تاني، لان ولاد الحرام كتير. بس ان شاء الله ما تقلقوش، انا حقي ما بسيبهوش. المهم اشتركوا في القناه وما تنسوش تفعلوا زر الجرس واستنوا عليها اول فيديو. مش بعيد الهاكر ده او الحرامي ده يطلع في اول فيديو على القناه دي، فخشوا اشتركوا فيها يلا دلوقتي حالا واستنوا الفيديو الجاي في خلال يومين عشان نرجع ونكسر الدنيا تاني. شوفكم الفيديو الجاي، سلام.